محترم، وابتدت الجماهير تنزل، وابتدت الكراسي بتترمي، وهذا هو الـ يعني حاجه الرائعه والجميله. الاهلي والزمالك، الحكم جري صفر وهو جنب الباب، صفر وهو جنب الباب، جنب الباب، وايه كان مدي وقت ضايع 10 دقائق، خلاهم 8. قال لك يا عم انا مالي، يعني الدقيقتين دول هيفرقوا، اجري على جوه، اجري على جوه، انا مش ضامن. وطبعا مين اللي قايل له؟ مراقب المباراه، قال له خد بالك صفر وانت في نص الملعب واجري. الراجل صفر وجري. مصري والاسماعيلي، في الاسماعيليه كل واحد بيعمل اللي هو عايزه وبدون جمهور، وخش وافتح البيبان، احنا جامدين، احنا محدش يقدر يقول لنا لا، احنا الاقوى، احنا المسيطرين، امن ايه وداخليه ايه ومصر ايه، احنا احرق 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 الاتوبيس، احرق الاتوبيس، احنا جامدين، احنا بنحرق، احنا بنعمل اللي احنا عايزينه، محدش يقدر يقول لنا لا، محدش يقدر يقول لنا لا. على فكره انا بحرق واكسر واعمل اللي انا عايزه، بس انا بحب مصر، انا بحب مصر جدا يا جماعه، وخش وكسر وده برضو في السنه اللي فاتت في بورسعيد، انزل من القطر، انزل كسر، انزل كسر المحلات، انزل كسر، ما يهمكش، اعمل اللي انت عايزه، اعمل كسر القهاوي، كسر المحلات، كسر العربيات، خد خد الكراسي، اعمل اللي انت عايزه. انا ما حدش يقدر يوقفني، انا ما حدش يقدر يقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه، يلا يا اولاد اللي ما اعرفش ايه، يلا حرب الشوارع تشتغل، وبقيت انا الاقوى وانا المسيطر. عربيه اضرب العربيه، يلا كسر كسر كسر. على فكره انا بحب مصر قوي، انا بموت في مصر قوي، انا بعشق مصر، انا بكسر المحلات من اجل مصر، انا بكسر الملاعب من اجل مصر، انا بنزل الملاعب عشان اشوه صوره مصر، فكل الناس مصر تشتهر في كل العالم، فكل برامج العالم تجيب صوره مصر بره، هيقولوا مصر 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 مصر، مش مهم صوره مصر، المهم اللي اعمل اللي انا عايزه، وبعد كده انا اللي اقرر. وادي شوارع بورسعيد يا جماعه اللي انتوا شايفينها السنه اللي فاتت، ها، وداخلين على المحطه وداخلين على القطر، واعمل اللي انا عايزه، اعمل اللي انا عايزه، محدش يقدر يقول لي ما تعملش حاجه، انا حر. على فكره انا بحب مصر، انا بحب مصر. وبعد كده غير بقى محطة القطر وكده، غير كده يا جماعة بقى ايه؟ بصوا بقى التيشيرت اللي جاي بعد اللي حصل ده ومحطة القطر والتكسير والحاجات ديت. الجميل بقى أعمل ايه؟ أعمل حاجة لذيذة قوي، أعمل حاجة لذيذة قوي، أعمل تيشيرت بتاعت محطة القطر. يا جماله يا جماله، أدي التيشيرت اللي على الشمال دي، دي بعد الماتش المصري على طول السنة اللي فاتت عملت تيشيرته، تيشيرت محطة القطر، تمام؟ وراها فين ما نروح بالقطر بالطيارة احنا رايحين، هنكسر اللي احنا عايزينه ونخش دي بعديها، و في الماتش اللي فات ونخش بعديها في المصري وبتاع، وبعد كده نخش تاني على جمهور المصري وهو نازل اهو ورايح لجمهور الاهلي عشان يقتله، اقتل، بوظ، كسر. انا بحب مصر، انا بموت في مصر. انا بحب مصر وبموت في مصر. تفتكروا الناس دي عايزه مصر ترجع؟ لو مصر رجعت، لو في قانون هيعملوا اللي هم عايزينه، وللاسف بعض مرشحي الرئاسه رايحين دلوقتي يستردوهم، رايحين يستردوهم، رئيس مصر رايح يقول لدول أرجوكم لو سمحتم، رئيس مصر القادم، ولا كل واحد بيلعب على الانتخابات، ولا كل واحد شايف جهة أقوى أسترضيها عشان أخد صوته في الانتخابات، ولكن ما يهمش، ما يهمش أن دول صح ولا غلط، ما يهمش يكون في ردع لكل من تسول له نفسه أن يسوق صورة مصر، صورة مصر. الناس راحة اهي نازلة، راحة تقتل جمهور الأهلي. وادي الأمهات، الأمهات اللي ولادها ماتوا، وادي إخواتهم، وادي أصحابهم، وادي اللعيب المنتخب السويس كريم اللي كان هيكون نجم كبير في كرة القدم جونيور، وادي وادي. وتيجوا تقولوا لي، تقولوا لي إن أنتوا مظلومين،
ان الناس كلها وحشه وانتوا كويسين. ادي الام، تفتكر انت مالكش وادي اخته اللي بتقع من طولها، مالكش دور في كل اللي حصل؟ اوعى تفتكر ان انت مالكش دور، انت احد اسباب الفتنه والكارثه اللي حصلت واللي خلت زملائك واخواتك يموتوا ويتقتلوا. اي نعم كل ده مش مبرر للقتل، ولكن لازم نتكلم ونقول سنه كامله ولا سنتين ولا ثلاثه لا يوجد رادع، والناس بتشيل صوره الشهيد، والناس في ماتش كوره وادي ابن اب من دمياط فقد ابنه بيبكي وبيبص على ابنه ومش مصدق ان ابنه بيشاور على الصوره، مش مصدق ان ابنه خلاص سابه في ماتش كوره. وادي اب اخر بركات بيبكي في حضنه، فوقه. وادي كريم خريج كان اولى جامعه المانيه، مستقبله كبير، مستقبله رائع. وادي عمرو خالد وكان في حمله عمرو خالد، راجل بيحاول يكون قريب من ربنا. وادي. وللاسف في ناس كتير جدا في ألتراس محترمين، في ناس كتير جدا في ألتراس بيحبوا الاهلي والزمالك والمصري، ولكن في ناس وجهتهم غلط، في ناس ودتهم للغلط، وللاسف الناس اللي ملهاش ذنب هي اللي بتموت. وادي انس اللي مات وعنده 16 سنه، وفي الاخر بعد كل ده بنعمل اغاني للشهيد ونقعد كلنا نعيط في البيوت ونعيط. وبين اصبحنا في مصر بنعيط، ما بنعملش حاجه غير ان احنا نعيط على كل مشهد بنشوفه، رغم ان احنا عارفين اسباب كتير قوي. ولكن لو استمرينا على كده ما استمرش في قانون في مصر، هنفضل طول عمرنا نعيط. عايزين نمنع الكارثه تتكرر تاني، واتمنى ان كل الناس تفوق في مصر. تعالوا نروح ليه وائل واغنيه انس عن